هنبدأ بقى في الفيديو ده ان شاء الله نشوف ازاي ننزل النخل بتاعنا على الدايلكس باستخدام السايت بتاع وير هاوس وبيكون بلانر. وقبل ما نبدأ هو تاني بأكد وببروز التأكيد دوت ان برنامج بيكون بلانر لازم يكون بأحدث نسخة موجودة على السايت بتاعهم علشان ما يعملش معاك اي مشاكل في الاوبجكتس اللي انت هتنزلها من على موقع وير هاوس. فانا مثلا عايز النخلة، وبالتالي هاجي هنا اكتب وير هاوس، اهو هيظهر لك موقع اسمه 3D Warehouse. حضرتك هتكتب في السيرش هنا مثلا بالم تري. طبعا ده حل، ممكن يبقى في حل تاني من الحلول ان يكون اصلا مهندس اللاندسكيب مديك الفايلات ال 3 دي اس اللي انت هتستخدمها اوريدي، يكون هو اللي مكريتها من عنده ومظبطها لك ومديها لك، لان هو اللي عامل الحاجات دي كلها. مين اللي عامل الحاجات دي؟ هو مهندس لاندسكيب او مهندس معماري، هو اللي مكريت الحاجات دي كلها على السكتش اب ومنزلها، وبالتالي ممكن يكون هو عامل سكتش اب للاوبجكت بتاعت المشروع كلها ويديها لك، يبقى كده وفر عليك وسهل عليك كتير. خلاص، فادي مش عامل لك، او انت شغال حاجه فريلانسنج وما معكش الحاجات دي، فممكن تستعين بمين؟ ممكن تستعين بموقع وير هاوس زي ما احنا بنعمل كده. طيب شوف بقى اي نخله هتعجب حضرتك خلاص وتبدا تنزلها. مثلا ممكن نشوف كده بالم 3 او بالم 3 3 دي معناه ايه، ما لقيناش حاجه في السيرش بالم 3. اذا دي كل ده كل النخل اللي موجود. لو احنا جربنا نكتب كلمه بالم حتى لوحدها، عايز اتاكد ان دي كل الاوبشنز الموجوده. خلاص هنلاقي برضو تعتبر هي نفس الاوبشنز اللي كانت موجوده من الاول. فاوكي هقول له بالم 3 طبعا. كل بقى حد فينا هيختار الاختيار اللي هو شايفه مناسب للبروجكت بتاعه. فعلى سبيل المثال طبعا دول نخلتين جنب بعض. انت على فكرة ممكن تاخد السكتش اب ده وممكن تعدل عليه على برنامج البيكون بلانر. يعني لو انت عايز النخلة دي بس مش عايز النخلتين جنب بعض تقدر تمسحها عادي خلاص. طب اوكي خلينا ناخد الاوبشن ده عشان بالمرة نتعلم ازاي نمسح حاجة، لو يعني نمسح ونظبط على برنامج البيكون بلانر. هقول له داونلود وهقول له سكتش اب 2020 موديل وهنزل الحاجه بتاعتي. خلينا برضو نخليها على الفولدر بتاع المشروع. ادي كده داونلود، خلينا نخليها في الفولدر بتاع الشغل بتاعنا برضو. يعني انت لما هتيجي تاخد الكورس هتلاقي هنا جوه الدايركس فايلز هتلاقي فولدر اسمه 3DS فايلز، واللي على يوديمي برضو هيلاقي موجود في الريفرنسز او في الريسورسز. وخلينا نسمي دي بالم 3. بالم 3 ناخد بس الاكستنشن ده كده كوبي عشان ما نرجعش ندور عليه تاني. بالم 3 وهسيف. طبعا دي نازله بامتداد سكتش اب، فلو انا رحت للدايركس دلوقتي وقلت له امبورت، وطبعا اول ما بتختار امبورت مش هتلاقي حاجه هنا اسمها 3 دي اس فايل. الكلام ده موجود، كان موجود في الدايركس القديم كان بيبقى هنا فعلا حاجه اسمها 3 دي اس فايل، دلوقتي بقى اسمها فرنيتشر فايل. فممكن تضغط عليها طبعا وهروح للمسار بتاعنا، مش هتلاقي حاجه. حتى لو انت جيت تتاكد هنا ان انت 3 دي اس فايل مثلا او اول فايل مفيش، مش هتلاقيها. ليه؟ لانها لسه بامتداد السكتش اب، وبالتالي لازم اروح افتحها بالسوفت وير بتاعها. انا هتلاقيها جاهزه ان هي تتفتح ببيكون بلانر، ولو مش جاهزه هتقول اوبن ويز وتختار بيكون بلانر مفيش مشكله، هتبدا النخله تفتح معاك. طبعا هنا اوكي سيب الوحدات زي ما هي ما تغيرش فيها حاجه. ادي الفايل نزل معانا اهو. بكل بساطة حضرتك بقى ممكن تعدل من هنا. طبعا انا بتحرك هنا ان انا ضاغط على السكرول بتاع الماوس وبتحرك. فنفترض مثلا انك عايز مش عايز الجزء ده او القطعة دي، ممكن بقى تعلم على اللي انت عايزه وتمسح. طب هعمل كده ازاي؟ عن طريق ان انا امسك الاوبجكت بتاعي وكليك يمين عليه واقول له ايديت تيكشر، وهاجي بقى الحاجات اللي انت مش عايزها اعلم عليها وامسحها تاني اهو. ادي التكستشر، بعد كده بتعلم مثلا على الجزء ده وبتمسحه. سوري هنخش تاني ادي التكستشر
بعد كده بتكمل. سوري احنا انا خرجت طبعا، انت هنا ممكن تخش على كذا على كذا فيو براحتك. فخلينا طبعا هما كلهم بيسمعوا في بعض، فخلينا هنمسك التكتشر بتاعنا ده. ممكن تعمل ايديت تكتشر من هنا او ممكن من هنا، ايديت تكتشر خلاص. وبعد كده لو ما ظبطتش معاك ممكن تعمل كليك يمين وتقول له اوبن جروب، اوبن جروب بتفتحها كده معاك خلاص. وبتيجي بقى تقول له والله طبعا انا سوري انا ضغطت سكيب. انت بعد ما بتعمل اوبن جروب ما تضغطش اي حاجه بقى، اشتغل على طول اوبن جروب. وبعد كده هقفله على السوري هنا اهو. انا باجي هنا بقول له ايديت تيكتشر كانسل، لا اوبن جروب على طول خلاص. امسك بقى، مش راضيه تظبط في النخله دي، المفروض ان هي هتظبط. ادي هنا كليك يمين ايديت جروب اوبن جروب، امسكها من فوق مثلا كده. واضح ان في حاجه في النخله دي. هنبدأ نجرب تاني. ادي بنمسك التيشر بتاعنا وبنقول له اوبن جروب. المشكله بس انت تتعلم على الحاجه اللي انت عايزها صح. طبعا هنا كده مسكت الاوبجكت كله تاني، فبالتالي بيخرجك من التعليم. طب اعمل احل الموضوع ده ازاي؟ سيبك من الفيو ده، روح مثلا للفيو ده وقول له اوبن جروب وروح علم. اهي بص، خليك طول ما هو عامل لك اكس كده ما تمسكش حاجه، طول ما هو عامل لك الاكس. ايوه، اول ما يعمل المربع ده اعرف ان انت كده تقدر تمسك الحاجه اللي انت عايزها. المربع ده يخليك تمسك، انما الاكس دي، الاكس اللي معموله دي لا. اهي يبقى انا بمسك الحاجه من عند لما يكون ظاهر لي المربع. تمام. طيب فانا مثلا عايز امسح النخله اللي في النص دي، مش محتاجها. اهي امسكها كده برضو كده، امسكهم كلهم. طيب تاني اوبن جروب خلاص، وهاجي على النخله دي في مشكلة، في حاجة بتحصل غالبا. الفايل المهندس اللي عامله او الرفع على الموقع دوت يعني مخلي الحاجة ماسكة في بعضها. طيب ممكن نجرب ان احنا نضغط كذا ضغطة كده على الحاجة. ايوه كده انا ماسك النخلة دي لوحدها اهو من غير اوبن جروب ولا اي حاجة. انا كده ضغطت كذا ضغطة خلاص، وكده انا ماسك ايه، ماسك النخله دي بحركها اهي. شايف النخله دي كده بقت لوحدها خلاص، همسحها او سيبها اوكي على جنب لوحدها كده. بعد كده عايز اجرب برضو عن طريق الضغط كده ان انا اجيب نخله كمان لوحدها. طبعا ده المفروض ما كانش يحصل، المفروض اوبن جروب تظبط معانا الكلام ده، ولكن تمام. طالما في مشكله في الشغل المعمول ده، انت كده بتشتغل على حد بعديك او بتكمل على حد بعديك. هعمل موف خلاص وهبدأ. دي مشاكل، دي مشاكل الاوبجكت اللي من على الانترنت. خلاص انا مثلا عايز النخلة الكبيرة دي بس، اوكي همسك دي بقى وامسحها خلاص. ما تبقاليش غير البالم دي فقط خلاص، دي اللي انا اقدر اشتغل عليها. يا اما من البدايه حضرتك كنت تكون منزل نخله ما فيهاش بقى كذا جروب او فيها الكلام ده كله. طبعا هتنزل حاجه فيها اديت هتتعب شويه، لانك مش عارف اللي عامل الحاجه دي ورافعها ايه الحاجات اللي هو عاملها، يمكن عامل لوك لحاجات معينه والكلام ده كله. في النهايه احنا ظبطنا البالمه اهي وعملناها مع بعض، وطبعا ما ظبطتهاش انا بعد كده جيت قلت لحضرتك النخله اهي وهنعملها. لا انا احنا طبعا انا الموضوع مقصود ان يكون في مشاكل بتظهر واحنا بنعمل الفيديوهات علشان حضرتك تعرفها وتعرف ازاي تحلها خلاص. فبالتالي انا نزلت نخلة ما نزلتهاش خالص قبل كده علشان لما يظهر فيها مشكلة نعرف نحلها مع بعض. فممكن طبعا الحل يعني الحل الصح او الحل اللي بيحصل في كل الاوبجكتس انك تعمل ايدي تيكتشر او اوبن جروب وتبدأ تايديت وتمسح الحاجات اللي انت عايزها. لقيت بقى في مشاكل بتبدأ تحاول انك تحلها، معرفتش تحلها بتروح تجيب اوبجكت تاني غير الاوبجكت ده، او ان يكون مهندس اللاندسكيب مديك الحاجه. طيب بعد كده هبدا اعمل اكسبورت وهقول له جيومتري خلاص. وهتنزل طبعا بامتداد، لازم تختار هنا، لازم تتاكد. طبعا في امتدادات كتير ممكن تنزل بيها، هقول له لا انا عايزها 3 دي ستوديو اللي هي 3 دي اس، وهقول له سيف. طبعا هنا بيسالك انت عايز تنزلها بجوده عامله ازاي،
طبعا لو اخترنا ماكسيموم يعني ممكن تتقل معاك الفايل لو انت نزلت من عدد كبير، فخلينا اوكي، خلينا في الميديوم. وبعد كده هقول له اكسبورت، وبعد كده هروح لفايل الدايلكس بتاعي هقول له امبورت، وهقول له فرنيتشر فايل. هتلاقي هنا في حاجة اهي نزلت معاك وخلاص، وهنا حتى انا علمت على 3 دي اس فايل هتلاقيها ظاهرة معاك. اذا ده كده الكلام مظبوط، هقول له اوكي. هتبدأ النخلة، هي شايف بقى نازلة بالشكل عامل ازاي. طبعا ده بسبب برضو ان هي اوبجكت من بره. هبدأ اظبط النخلة دي، هقول مثلا ان ارتفاعها 10 متر وعرضها مثلا 3 متر، اهي 3 متر. ادي النخلة ظبطت معاك، تعال شوفها على ال2 دي اهي. هبدأ اسحبها على النخلة بتاعتي هنا وهبدأ اموفها شوية، ادي موف اهي، ادي السنتر بتاع النخلة مع السنتر بتاع النخلة. ونعمل السكيل بقى اللي احنا متعودين عليه اهو، ادي سكيل. ممكن نعمل لها روتيت شوية بالشكل ده مثلا، وابدأ اعمل سكيل. سوري انا كده مسكت الحوض نفسه ما مسكتش النخلة، ادي النخلة نفسها اهي، ادي سكيل. وبعد كده هموفها شوية، وهبص عليها في ال 3 دي فيو بتاعي، يبقى ادي النخلة نزلت معايا بالشكل المظبوط ده. جدا عايزين مثلا نقلل ارتفاعها شوية بحيث ان هي تبقى زي بتاعة مهندس لاندسكيب بالظبط، 9 متر مثلا او 8 متر، يبقى ادي النخلة بتاعتي شغلها كده مظبوط. هبدأ بقى اكبيرها على ال6 نخلات اللي موجودين عندنا، فهبدأ اخد النخلة دي كوبي احطها هنا كمان، تمام، وكنترول سي كنترول في. خلاص انت بتتعب مرة واحدة بقى، انت ظبطت الفايل وبتكبيره، فبالتالي خلاص الدنيا بقت سالكة معانا بعد التعب اللي تعبناه في برنامج بيكون بلانر. ادي النخل بتاعي اهو، كنترول سي كنترول في، وهنزل النخلة الخامسة. وبعد كده اخر نخلة اللي هي هنا، ونيجي نشوفهم في ال 3 دي. ادي كده النخل بتاعي نزل في البلان ومتظبط. ان شاء الله من الفيديو الجديد او الفيديو الجاي هنبدأ ان احنا نبدأ في مثلا اوبجكت جديد من البلانات او من البلانز اللي فاضية اللي فاضلة. يعني احنا فاضلنا هنا الجزء ده بتاع الشجر والجزء بتاع النباتات الصغيرة ده، ان شاء الله نظبطه الفيديو الجاي.